لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الفتن: باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إبراهيم هو إبراهيم بن سعد، وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. تقولوا إيه؟ عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وعلى فكرة أنا مش شايف سبب للانحناء الإخوة لما تعدي من بتاعها، عدوا بسرعة وخلاص. أنا أكره هذا الانحناء قدام الكاميرا، فعدوا مش هيحصل حاجة، يعني نص ثانية في طريق ورا ماشي بقى أحسن، لكن لو ما فيش يبقى خلاص، بس من غير ما تنحن. نسأل الله أن يعيدنا من الفتن. قال ابن حجر رحمه الله: زاد الإسماعيلي: النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القاعد. يعني اللي يبعد عنها بكل ما يقدر، ان في قاعد وفي يقظان وفي نائم ده مش حاسس بيها. ويقول: وجدت شاهدا لهذه الزيادة من حديث ابن مسعود عند أحمد وأبي داود بلفظ: النائم فيها خير من المضطجع، وهو المراد باليقظان، يعني في الروايات المذكورة، لأنه قابله بالقاعد. مضطجع بس صاحي، ونايم يعني لا يشعر كما ذكر. الماشي فيها خير من الساعي في حديث ابن مسعود: الماشي فيها خير من الراكب، والراكب فيها خير من المجري، قتلاها كلها في النار. هذه ليست فتن الصحابة رضي الله عنهم، بل قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طلحة والزبير وعلي بن أبي طالب أنهم من الشهداء. عندما كان على أحد فاهتز فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد.
وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص. هؤلاء بعضهم قتل بأيدي الكفار كعمر وأبو بكر هو الصديق، والذي يظهر أن سعد كذلك. ولا يلزم أن يكونوا، يعني أن من كان شهيدا ليس صديقا، بل قد يكون. وأما عثمان فقتل بأيدي منتسبين إلى الإسلام، وكذا علي رضي الله عنه، وطلحة والزبير كذلك، وسعيد مات، وسعد بن أبي وقاص مات على فراشه. فإما أنه بمنزلة الشهداء لجهاده وطلبه الشهادة وحبه الشهادة، وإما لأن أنه من الصديقين. قتل سيدنا عمر كان منافق؟ لا، قتل عمر رضي عنه كافر، لم يكن مسلما أصلا، معلن بكفر مجوسي، أبو لؤلؤة المجوسي. فالغرض المقصود أن هذه ليست الفتن التي بين الصحابة، إنما هي الفتن التي على الدنيا، وما أكثرها بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم في قتال على الملك. قتل أبو مسلم الخراساني فيما يذكرون في تأسيس دولة بني العباس نحو من 600,000. ها؟ لا، المعارك التي قتلوا فيها قبل أن تؤسس الدولة، أو في تأسيس الدولة من الشرق إلى أن أخذوا بغداد والشام يعني. وقتل أيضا يعني في الحروب المعاصرة يعني مئات الألوف، تكون كلها قتال على القومية والعصبية الجاهلية. قال في حديث أبي بكرة عند مسلم خير، والماشي فيها خير من الساعي إليها. وزاد: ألا فإذا نزلت فمن كانت له إبل فليلحق بإبله. قال بعض الشراح في قوله: والقاعد فيها خير من القائم، أي القاعد في زمانها عنها. قال: والمراد بالقائم الذي لا يستشرفها، يتطلع للمشاركة فيها. وبالماشي من يمشي في أسبابها لأمر سوى، في أسبابه لأمر سواها. فربما يقع بسبب مشيه في أمر يكرهه. وحكى ابن التين عن الداودي أن الظاهر أن المراد من يكون مباشرا لها في الأحوال كلها، وده الظاهر، يعني أن بعضهم في ذلك أشد من بعض، فأعلاهم في ذلك الساعي فيها بحيث يكون سببا لإثارتها، ثم من يكون قائما بأسبابها وهو الماشي، ثم من يكون مباشرا لها وهو القائم، ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو القائد، ثم من يكون مجتنبا لها ولا يباشر ولا ينظر وهو المضطجع اليقظان. النظارة اللي هم ايه؟ اللي ينظروا من بعيد. ثم من لا يقع منه شيء من ذلك ولكنه راض وهو النائم. بل الظاهر أن النائم لا يشعر فلا يكون راضيا. والمراد بالأفضلية في هذه الخيرية من يكون أقل شرا ممن فوقه على التفصيل المذكور. ده دليل على عدم كفر من قال أن اليهود خير من النصارى مثلا، أو النصارى خير من اليهود. أن بعض علماء الحنفية كفر من قال ذلك. ليه؟ لأن يقول أن معنى ذلك أن في كل واحد منهم إيه؟ خير. لازم يقول أن مثلا النصارى شر من اليهود، أقل شر. بالعكس، أنا أيام كان التانيين أقل شرا. عشان لفظة خير، بس الحديث ده دليل على استعمال خير بين شرين، والمقصود بالخير هنا أنه أقل شرا.
من تشرف لها أي تطلع لها بأن يتصدى لها ويتعرض لها ولا يعرض عنها، وضبط أيضا من الشرف ومن الإشراف. تستشرفه أي تهلكه بأن يشرف منها على الهلاك. يقال استشرفت الشيء علوته وأشرفت عليه. يريد من انتصب لها انتصبت له، ومن أعرض عنها أعرضت عنه. وحاصله أن من طلع فيها بشخصه قابلته بشرها. ويحتمل أن يكون المراد من خاطر فيها بنفسه أهلكته، ونحو قول القائل من غالبها غلبته. من وجد ملجأ أي يلتجئ إليه من شرها، أو معاذا هو بمعنى الملجأ، فليعذ به أي ليعتزل فيه ليسلم من شر الفتنة. وقع في تفسيره عند مسلم من حديث أبي بكر ولفظه فإذا نزلت فمن كان له إبل فليرحق بإبله، وذكر الغنم والأرض، من كانت له غنم فليرحق بغنمه، من كانت له أرض فليرحق بأرضه. قال رجل يا رسول الله أرأيت من لم يكن له، ما يلوش ولا أرض ولا بي ولا 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 إبل ولا غنم. قال يعمد إلى سيفه فيدقه على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع. إذن هذا تحذير من القتال، والواجب علينا إذا وقع اقتتال أو شواء أو بدايات خلافات يمكن تؤدي إلى قتال بين المسلمين هو أن ننهى عن القتال وننتهي ولا نشارك، ولكن الأغلب الأعم أن الناس يدخلون في المعارك، ونسأل الله العافية. ولذا قلنا أننا بحمد الله تبارك وتعالى نهينا الناس عن الاقتتال وعن أسباب الاقتتال، وقلنا لا تحشدوا أمام بعضكم بعضا ولا تتعرضوا للاقتتال، وعندما قتل بعضهم بعضا نهيناهم عن ذلك. وبعد أن استقر الأمر قررنا المضي في ما استقر، وما حصل هذا في هذا هو كما حصل من الصحابة وأئمة العلم. فعلى سبيل المثال عندما اقتتل بنو أمية عبد الملك وعبد الله بن الزبير، عبد الملك كان معه أو كان أميره الحجاج، فاعتزلوا ذلك ولم يشاركوا. وكذلك عندما وقعت وقعة الحرة فالصحابة لم يقتتلوا رغم ظلم يزيد، وكذلك كان الصحابة أكثرهم معتزلين في فتنة ابن الزبير، وذلك رغم أن ابن الزبير كان أمير المؤمنين، ولكن كانوا يرون أن هناك مخرج من الفتنة غير الاقتتال. وكذا بعد ذلك اعتزل الأئمة فتنة الاقتتال بين بني العباس وبين بني أمية. لما استقر الأمر لعبد الملك بن مروان بايعه ابن عمر، ولما استقر الأمر لبني العباس بايعهم الأئمة بعضهم تلو بعض، يعني الإمام مالك في زمن المنصور وقبله أبو حنيفة كذلك، ولم يروا الخروج على هؤلاء مع أنهم خرجوا على من قبلهم، لم يشتركوا في قتال على الملك ولم يأمروا بقتل بل نهوا عن ذلك. ثم بعد أن استقر الحال لما كانت المصلحة تقتضي الاستمرار على طاعة من غلب، لأن طاعة المتغلب هو الأبعد عن استمرار الفتنة في ذلك، كان هذا الأمر هو الصواب من سلوك أهل السنة في ذلك. وأما بالنسبة لعلي وطلحة والزبير ثم معاوية، فنحن لأجل الحديث الصحيح ولأن علي رضي الله عنه كان أمير المؤمنين، الحديث الصحيح تقتل عمارا فئة باغية، والحديث في الصحيح، والحديث الآخر الحسن قول النبي عليه الصلاة والسلام للزبير لا تقاتلن عليا وأنت له ظالم،
لذا قلنا أن الحق كان مع علي ومن خلفه باغ عليه، وهم تركوا البغي عندما ظهر لهم الحق، و يعني لذلك من قتلهم وهم منصرفين من القتال قتلهم ظالما وهو مبشر بالنار، وهم شهداء إذ قتلوا مظلومين في معركة هم منسحبون منها اتباعا لأمر الشرع في ذلك. فمن قتلهم فهو ظالم ومتعدي وقاتل نفس بغير حق، لأنه لا يجوز الإجهاز على جريح ولا اتباع مدبر في قتال أهل البغي، لأنه ترك بغيه حين ترك القتال. وعائشة رضي الله عنها اجتهدت فأخطأت، ومع ذلك فمخالفوها يقولون نشهد إنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. عمار نفسه رضي الله عنه الذي جعله الرسول صلى الله عليه وسلم علما على من هو الباغي ومن هو المحق العدل، ومع ذلك يقول أشهد أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولكن الله ابتلاكم بها لتطيعوه، لتطيعوا عليا أمير المؤمنين الواجب طاعته، أو تطيعوها ولم يأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعتها في الأمور السياسية وغيرها. ومع ذلك فقد عرف لها علي رضي الله عنه فضلها وكرمها غاية الإكرام وردها إلى المدينة، وكانت حين تذكر خروجها تبكي حتى تبل خمارها ندما على الخروج ومشاركتها في تلك الحرب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شيخنا ضابط ده شيخ وإن طائفتان من المؤمنين إلى قوله فإن بقت إحداهما. أسعد، لماذا قلنا هذا في هذه الحرب خصوصا؟ وقلنا أن الفئة الباغية لا يعني مرحومة أيضا ومغفور لهم باجتهادهم لمن كان مجتهدا، لما ذكر الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولم نرجح مذهب الطائفة المعتزلة كابن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبي بكر ومن وافقهم وأسامة بن زيد رغم فضلهم، وكل كان مجتهدا، إنما صححنا اجتهاد علي ومن وافقه لأنه كان معه النص كما ذكرنا. وأما بالنسبة ل يعني من ما كان بعد ذلك، أقول أولا في هذه الحرب التي فيها البغي من طائفة على أهل العلم، وقد كان علي يصلي على قتل الطائفتين، ولكن نقول قد كان هناك من يريد الدنيا في هذه الحروب، ولذلك كان حالهم ولو كانوا في صف طائفة العدل أنهم آثمون ظالمون بعضهم في النار، كما قال بشر علي رضي الله عنه قاتل ابن صفية قاتل الزبير بالنار، وهو يبشره بقتل الزبير كأنه يفرح بذلك، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي بشر قاتل ابن صفية بالنار. شيخ معلش، موقف عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يعني كان الأولى أن يستسلم رغم أنه أمير المؤمنين؟ الذي نصح به ابن عمر رضي الله عنه عبد الله بن الزبير أن يترك القتال، وكان يمكن في البداية بعد أن ظهرت بوادر انسحاب الناس عن عبد الله بن الزبير أن يكون ترك القتال أولى. عبد الله بن الزبير ظن أنه لن يفلت من الحجاج وأمثاله حتى لو استسلم. لا، الحسن رضي الله عنه كان موقفه يعني موقف سيادة، وذلك لأنه عصم دماء المسلمين بالتنازل عن الخلافة. صحيح، لو أن عبد الله بن الزبير صنع مثل ما صنع الحسن مع معاوية لكان أولى بلا شك. وهذا الأمر يعني الحسن كان هو أمير المؤمنين فعلا، وهو الخليفة مع معاوية، الذي فعله الحسن مع معاوية كان هو الأولى.
ولو فعل عبد الله بن الزبير مع عبد الملك بن مروان كان أولى، لا مثل ما فعل الحسن. خصوصا أن من كان حول عبد الله بن الزبير كانوا لا يحسنون يعني إدارة الأمور، وهنا ابن عباس اعتزله لما رأى ذلك، ولذلك تساقطت جميع البلاد من بين يديه، رغم أنه كان مسيطرا على معظم بلاد يعني العالم الإسلامي في ذلك الوقت، مصر وإفريقيا واليمن والعراق ومكة والمدينة وأجزاء من الشام، كل دي كانت مع عبد الله بن الزبير، وبعدين تساقطت واحدة تلو الأخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وفيه التحذير من الفتنة والحث على اجتناب الدخول فيها، وأن شرها يكون بحسب التعلق بها، والمراد بالفتنة ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك، حيث لا يعلم المحق من المبطل، أو يكون الاثنين مبطلين، أو يكون هناك محق وآخر مبطل، لكن المحق ده في استمراره على ذلك مفسدة أعظم. يعني الحسن كان محقا وتنازله كان فيه الايه؟ المصلحة، وعبد الله بن الزبير كان محقا، وبيعة عبد الملك بل بيعة أبيه كانت بيعة بعد بيعته، يعني كان هو الحاكم الشرعي وأمير المؤمنين، ولكن ترتب على استمرار القتال مفسدة أعظم، منها حرق الكعبة ومن واحتاجت إلى هدمها وبنائها مرة أخرى، ومن قتل في الحرم يعني كانت مأساة عظيمة، أن تستحل حرمة الحرم وأن يقتل الناس فيه، وترمى مكة بالمنجنيق وترمى الكعبة بالمنجنيق، كانت فتن عظيمة. لذلك عبد الله بن عباس قعد في الطائف، ترى كذلك عبد الله بن عمر كان في مكة وقتها، ويعني لكنه لم يستطع منع شيء، قال: قد كنت أنهاك عن ذلك، والله إن لأمة أنت شرها لأمة خير، وهو بيكلمه مصلوب، قال: ولقد كنت أنا لأمة أنت شرها، يعني هو بيقول عليك إن أنت أسوأ واحد، بعد ما اتقتل طبعا اتغلب خلاص، فالمغلوب ده دايما يقولوا عليه يعني خلاص شر، فبيقول ده أنت إذا كانت الأمة دي أنت شرها إنها لأمة خير، يعني تبقى أمة كويسة إن أنت تبقى أسوأ واحد فيها. ولقد علمتك صواما قواما رضي الله عنه. قال الطبري: اختلف السلف فحمل ذلك بعضهم على العموم، وهم من قعد عن الدخول في القتال بين المسلمين مطلقا، كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكر في آخرين. وتمسكوا بالظواهر المذكورة وغيرها. ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة بلزوم البيوت، وقالت طائفة بل بالتحول عن بلد الفتن أصلا. ثم اختلفوا فمنهم من قال إذا هجم عليه شيء من ذلك يكف يده ولو قتل، ومنهم من قال بل يدافع عن نفسه وعن ماله وعن أهله وهو معذور إن قتل أو قتل. الصحيح أن هذه مرتبتين، المرتبة الأعلى منهما أن لا يدافع ولو قتل في الفتنة، ويجب الدفع عن أهله بلا شك، ونذر في هذه الفتن الأولى أي تعرض للنساء، ما وقع تعرض للنساء قط في هذه الحروب، بل قتال علي رضي الله عنه للخوارج قطعا لم يتعرض فيه للنساء، نساء الخوارج، ولا سبى ضررهم ولا عملهم معاملة الكفار، بل ولا ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه سبى نساء مانع الزكاة، لكن ولا ذريتهم، والذي لا شك فيه أن أبا بكر سبى من بني حنيفة من أتباع مسيلمة الكذاب، وهذا أمر له وجه ظاهر فيما لو أسلم هذا المرتد بعد أن دخل في الأسر، فهذا يمكن
أن يعامل بالمعاملات المختلفة. وأما النساء والصبيان فقد صاروا ملكا للمسلمين، ولو أسر الطفل بعيدا عن أبويه فهو مسلم بإسلام ساميه، ولو أسلمت المرأة بعد أن وقعت في الأسر فهي مملوكة للمسلمين. ولذلك استولد علي رضي الله عنه الحنفية وأنجب منها محمد بن الحنفية، وهي ملك يمين لم تكن زوجة. ولذلك يعني اختلط هذا على الكثيرين ممن تكلم في هذه المسألة وقالوا أن علي كيف سبى، أي كيف وطأها علي وهي مرتدة. ما فيش فيه دليل على أنها فضلت مرتدة، بل هؤلاء معظمهم رجع إلى الإيه؟ الإسلام، ومن لم يرجع قتل. لكن هي دي بعد أن أسرت ثم رجعت فهي إيه؟ فهي مسلمة، لكن قد وقعت في ملك المسلمين، في ملك المسلمين وفي يعني السبي وهي كافرة. محمد بن الحنفية الذي هو محمد بن علي، كان بيقول عليه ابن الحنفية علشان أمه إيه؟ أنا عشان يميزوه من الحسن والحسين، لكن هو محمد بن علي زي ابن بحينة. بحينة دي أمه مش أبوه، فبيقولوا بس بيعرفوه بيها. ابن رباح ها؟ مش عارف دي. بس ذكرت قلت ابن سابا أبو بكر، ابن سابا بن حنيف. ما هو علي كان بيقاتل مع أبي بكر، ولذلك كان من نصيب علي رضي الله عنه من السبي. عشان كده بنقول يجب أن يدفع عن أهله لو حد تعرض لهم، لأن قتال الفتن ده بيحصل فيه اغتصاب أيضا. هو ذكروا في السير في واقعة الحرة حمل نساء كثير من السفاح اغتصابا يعني وإكراها، لكن هذا لا يثبت من طريق صحيح، وما نظنه وقع ذلك مع استباحة المدينة، لكن استباحة قتل وأخذ أموال. وأما العرب فكان يعني يندر هذه الهمجية في أمر النساء، كان بيغتصب ياخذوا النساء. أيوة بعد ما تبقى سبي يبقى يغتصبها، لكن أو أقصد يعني ده في الجاهلية، لكن في حروب المسلمين لم يكن ذلك. سمي السيدة صفية وجوارية صارت معتقة حرة بالعتق، وهي كانت مملوكة بعد السبي. صفية رضي الله عنها ملكت بنقض عمها العهد، فأسر وقتل رجالهم وسبيت نساؤهم وأولادهم، لأنه ما كان في عهد مع بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيبوا كدزا ومالا لحيي والد صفية، ثم أقر به بعد التعذيب حتى عرف مكانه واستخرج، فنقض عهدهم بذلك عهد الفئة دي وسبى صفية. فالصفية كانت مزبية واشتراها النبي صلى الله عليه وسلم ممن وقعت في سهمه، وخيرها بين أن يعتقها وتزوجها إذا أسلمت، ففعلت أسلمت وأعتقها وجعل عتقها صدقها فصارت أم المؤمنين. قال آخرون، فبنقول دي مرتبة، المرتبة الأولى أنه ما يقتلش، ودي أفضل، كن عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل، مجموع الروايات. وفي مرتبة تانية جائزة وليست الأفضل، وهو أن يدافع إذا هجم عليه أحد. كل ده في حالة إذا لم يظهر من المحق، لم تكن الاثنين أهل باطل، كما قال مالك من خرج على إمام ظالم فقال دعه ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا، يبقى احنا مش هنقاتل حتى لو هو خرج على ايه؟ على ظالم. مع ان الخروج على الظالم منهي عنه والمأمور بالصبر لما في ذلك من الفتن، وده كان موقف الائمه الكبار زي ما قلت، تركوا الحرب بين بني العباس وبني اميه رغم من قتل فيها كثر. وقال آخرون إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب، ده كلام الطبري، واجب قتالها. الواجب عليها ده ممكن يكون طاعة الإمام نفسه في نحو تعيين الحكام والأمراء على البلدان، ده زي ما فعل معاوية، ف
فإن علي رضي الله عنه أرسل أميرا إلى الشام فأبى معاوية أن يسلم له الشام، وظل معاوية يعني أميرا على الشام والناس يطيعونه دون طاعة أمير علي رضي الله عنه. أو قد تمتنع من الواجب الشرعي مثل امتناع الخوارج عن تسليم من قتل عبد الله ابن خباب رضي الله عنه، وكذلك مانع الزكاة، لأن الجمهور يجعل هؤلاء مانع الزكاة والخوارج من قتال البغاة. طب ابن تيمية بيستنكر ذلك جدا. ابن تيمية بيستنكر التسوية بين هؤلاء الذين خرجوا يعني على 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 الشرع وامتنع بعضهم ببعض عن شريعة ظاهرة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة كإقامة الحقوق وعصمة الدماء والأموال ونحو ذلك، وبين من خرجوا على الحاكم لعدم طاعته فبيقول الأولانيين دول اللي مخرجوا على 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 يعني خرجوا عن الطاعة الواجبة عليهم شرعا كمانع الزكاة والخوارج قوم بهت ومذمومون وفساق وواجب قتالهم ابتداء، وإن كان الظاهر من فعل علي رضي الله عنه ما قتلهمش إلا لما إيه؟ لما قتلوا النفس المحرمة، لما سفكوا الدم الحرام. هو عند ابن تيمية بيقول إن قتال الطائفة الممتنعة ليس كقتال البغاة ولا كقتال إيه؟ الكفار أو المرتدين. بيقول ده نوع ثالث. عند جمهور العلماء ده من نفس نوع البغاة، بس الخلاف هو في خلاف فعلا، وده اللي ابن تيمية رحمه الله يشير إليه دايما. الخلاف ده في ذم الطائفة الممتنعة عن الشريعة واستحقاقها للعقوبة في الدنيا والآخرة، وأما البغاة فليسوا فساقا فضلا عن أن يكونوا إيه؟ كفار. والطائفة الممتنعة دي في خلاف فيها أو في خلاف فيها، لكن جماهير العلماء على عدم تكفير أصحابها، لا مانع الزكاة ولا الخوارج. وكما يقول ابن تيمية أن سيرة علي رضي الله عنه في الخوارج تدل على أنه لم يكن يكفرهم، ولا شك في ذلك من تأمل، رغم أن هناك روايات عنه في غنيمة أموالهم. وهذا الذي رجحه ابن تيمية مع أنها ليس مسندا، بل الإسناد الآخر أقصد الخبر الآخر المسند له إسناد أن علي رضي الله عنه لم يغنم ولم يخمس أمواله، فضلت أموالهم زي ما هي. وما عندناش نصوص عن أبي بكر رضي الله عنه في مانع الزكاة، لأنهم دخلوا في غمار أهل الردة، وما أن غلبوا دفعوا الزكاة وبقوا مسلمين. ولكن هو نفس نوع القتال، مذمومون مستحقون للقتال، مستحقون للذم والعقوبة الدنيوية والأخروية. نعم، وده الفرق الأساسي، البغاة ليسوا فساقا ولا مذمومون، وإنما يقاتلون لدفع شرهم بالخروج عن الإمام، فإذا تركوا ذلك مباشرة وجب الكف عنهم، ولا يجوز على عند جمهور العلماء قتل أسيرهم ولا التذفيف على جريحهم ولا اتباع مدبرهم، سواء كانت لهم طائفة أو لم تكن لهم طائفة. ويؤيد ذلك أن معاوية رضي الله عنه كان فئة لطلحة والزبير وعائشة، كان مؤيدا لهم على ذلك، ومع ذلك نادى علي رضي الله عنه بأن لا يتبع مدبر ولا يجهز على جريح ولا يقتل أسير، مع أن هم كانوا إيه؟ كان لهم فئة. فده رد على الحنفية القائلين بأنه يجوز قتل الأسير واتباع المدبر والإجهاز على الجريح من البغاة إذا كانت لهم فئة، ومتفقون مع جمهور العلماء إذا لم تكن لهم فئة، ما لهمش حد يروحوا له، يبقى كله متفق أنه لا يجوز قتل الأسير، ما يعدلوش حكم إعدام. ليه؟ عشان خرج على الحاكم؟ لا، إلا لو هو
قتل نفسا بعيدا عن المعركة. المعركة دي القتال فيها لا يحكم فيه بالإعدام ولا بالقصاص، كما قال الزهري رحمه الله، يعني مضت أو حدثت الفتنة واتفقت كلمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا قصاص ولا ضمان في دم أو في نفس أو مال أصيب أو فرج أصيب بتأويل القرآن. القصاص القصاص دي كلمة ناس مش فاهمة يعني إيه وضع أحوال أهل البغي. معلش يا شيخ، حضرتك قلت ان الطائفه الممتنعه الجمهور انهم ليسوا كفار، ده العموم ولا الاحاد؟ ولا هم اصلا متجهين؟ يعني بنتكلم على الطائفه الممتنعه عند حتى ابن تيميه يجعلهم يقول ليس ان هو بيأثر قتال الطائفه الممتنعه على قتال مانع الزكاه والبغاه والخوارج. وبيقول هما مش زي اهل الجمل والصفين، وده متفقين، بس مش زيهم في صفه القتال ولا مش زيهم في الذم والفسق والتبديع. واما التكفير فهو مختلف فيه، ماشي كده، اختلاف ضعيف. عامه العلماء، لان مين اللي علم الامه قتال هذه الطوائف؟ علي رضي الله عنه، وهو اعلم الناس بها من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو سلوكه يدل على ذلك، وهو الذي امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام وشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه أقرب الطائفتين إلى الحق. ولذلك كان يعني مأمور بالصلح بينه وبين البغاة، ومش مأمور بالصلح بينه وبين الخوارج. بس الخوارج الصحيح أنهم لا يقتلون مباشرة إلا لو سفكوا الدم الحرام. طب ما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عائد، قتل استئصال، لأنهم يسفكون الدم الحرام، لأنهم إذا بدأوا في ذلك ضررهم بالغ. يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وفعلا ضررهم بالواحد. يعني هم ناس قراء مصلين تحقنون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتهم إلى قراءتهم، ومع ذلك مأمور بقتلهم. ليه كده؟ لأن فعلا هم لأول ما يتجرأوا على الدماء المعصومة بيبقى حالهم حال شر فظيع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمرش بقتلهم بمجرد إظهار الفكر، بل إنما إذا ظهروا. ثم الرجل ده اللي هو قال له اتق الله وعدل، هو أصلهم ما قتلوش لما كان لوحده، وما قتلوش لأنه ردته لم تكن ظاهرة ونصا. زي ما قلنا كده الروايات فيها اتق اللي وجهه بالكلام، هذا الرجل الفاجر قال للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وعدل، واللي ما وجهوش من مراه قال والله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. محمد رسول الله ما قتلش ده ولا قتل ده، مش بس كده، مش عشان الشوكة، لأن ده في واحد هو ده اتق الله واعدل تحتمل أنه يأمره وهو اتق الله، ومفهوم المخالفة هو اللي يدل على أنه ليس متقيا وليس وليس عادلا، مش كده؟ لأن ربنا قال يا أيها النبي اتق الله، مش كده؟ يبقى كان هو مش متقي، كان متقي. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ده ما يلزمش منه أنه هو أنه مش مؤمنين، هو ده مفهوم المخالفة، بس هيترك لأدلة قطعية أخرى، والمنطوق مقدم على المفهوم. فطالما أن الأمر احتمل فمثل هذا، مع أنه كان فيه شهود طبعا على هذا الرجل الذي قال اتق الله وعدل، بس لو واحد قال اتق الله وعدل ما يكفرش، لو كان ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. اللي يكفر اللي يقول والله إن محمدا لم يتق الله، وواحد يقول إن محمدا لم يخلص، بس اللي بلغوا عن هذا الرجل كان رجلا واحدا، كان لم تكن هناك بينة. فالظاهر عند الناس أن هذا الرجل من أصحابه. الردة لا تثبت إلا ببينة شاهدي عدل يشهدان بما لا يحتمل من الكفر. فإذا كان شاهد واحد، صحيح القرآن نزل يخبر
بصدق هذا الراوي وأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بصدقه، ونزل القرآن بمثل هذه الروايات على عبد الله بن أبي بن سلول مثلا، لكن نزل القرآن دون أن يسمي عبد الله بن أبي، مش كده؟ بل بصيغة جمع يقولون. مين هم؟ هو معروف إن هو اللي قال، بس من رواية واحد بس ممكن يكون غيره اللي قال. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نحكم بعلمنا. الرسول صلى الله عليه وسلم علم 12 رجلا من المنافقين وأعلمهم لحذيفة، ومع ذلك حذيفة ما فيش غير الصلاة بس، لكن طول الحاجة طول المدة سيبهم حذيفة زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم سابهم إيه؟ عايشين بالإسلام، لأن قتلهم يترتب عليه أن يقال إن محمدا يقتل أصحابه. طب لو كانوا ارتدوا علنا وصرحوا قدام الناس إن هم كفروا كانوا هيبقوا مرتدين، يبقى مش هيتقال فيهم إن محمدا يقتل أصحابه، فضلا أنه لم يكن لهم شوكة في ذلك الوقت. ولذلك الخوارج متى قاتلهم عليه؟ رغم أنه هو الأول، هم أظهروا القول الباطل بالتكفير في مسألة التحكيم قبل أن يجتمعوا وقبل أن يصيروا عسكرا، بل قالوا علي على المنبر قالوا لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. واحد تاني يقول له إن الحكم إلا لله، يعملوا هرج في المسجد، وعلي رضي الله عنه يقول له كلمة حق إذا بها باطل، وبعدين يحتج على بيقوله إن الحكم إلا لله، يقول له فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله يحكم به ذو عدل منكم. إذن هناك تحكيم للإصلاح بين المسلمين. إذا كان في تحكيم بين رجل وامرأة، وتحكيم في مثلية النعم للصيد، يبقى إذا يمكن هذا الأمر أولى به أن يدرأ الدماء. إذا مش أنتوا فهمتوها، فهمتوا الآية في غير موضعها. ونظرهم ابن عباس أيضا، يبقى علي نظرهم وابن عباس نظرهم، وكل مرة يرجع نصهم ويستنى مجموع، ويرجع نصهم ويستنى مجموع، الربع اللي فاضل ده هم دول اللي إيه اللي علي رضي الله عنه قال لكم علينا أن لا نمنعكم مساجدنا وأن لا نمنعكم الفيئة ما قاتلتم معنا وأن لا نقاتلكم ما لم تسفكوا دما حراما ولا مالا حراما. رغم أنهم يكفروه يستحقون العقوبة، بس علي رضي الله عنه مد النفس في عدم قتالهم، وده دليل أنهم مش مرتدين عنده. لو كانوا مرتدين كان بادر إلى قتالهم كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. قيل مت والله إن هذه لقسمة ما أريدها بها وجه الله، كانت في غيبة النبي عليه الصلاة والسلام. الغرض المقصود أن هذه الطائفة التي خرجت على الإمام امتنعت من الواجب تنقسم قسمين، قسمة امتنعت عن واجب شرعي، مقصود امتنعت يعني امتنعت بقوتها، امتنعت عن الفعل باجتماعها بقوتها ونصبت الحرب، يقول وجب قتالها. ده كلام الطبري. إذا بغت طائفة على الإمام فامتنعت من الواجب عليها ونصبت الحرب وجب قتالها، وكذلك لو تحاربت طائفتان وجب على كل قادر الأخذ على يد المخطئ ونصر المصيب، وهذا قول الجمهور. وفصل آخرون فقالوا كل قتال وقع بين طائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة فالقتال حينئذ ممنوع، يعني ما فيش خليفة واحد. وتنزل الأحاديث التي في هذا الباب وغيره على ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال الطبري والصواب أن يقال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على كل من قدر عليه، فمن أعان المحق أصاب ومن أعان المخطئ أخطأ. وإن أشكل الأمر فهي الحالة التي ورد النهي عن القتال فيها، وهذا أو أن يتضح الأمر أن كلا الطائفتين مبطل، زي قتال مثلا لو قلنا خوارج وشيعة،
أهل دنيا وأهل دنيا، قتال على الملك الاثنين، يبقى الاثنين إيه؟ مخطئين. ده المتبين لينا، يبقى ما نشاركش ولا بد. قول لو زعل بسلب سلم من المعارضة وأقول القتال وقع بين الطرفتين. بيقول إن هو لا، هذا كلام الأوزاعي، إن هو كل قتال وقع بين الطائفتين من المسلمين حيث لا إمام للجماعة، القتال حينئذ ممنوع ليس على إطلاقه. فقد وقع على سبيل المثال قتال بين أهل السنة وبين الخوارج، ولا يوجد الكلام ده في الأندلس مثلا مع دولة المرابطين ودولة الموحدين، وخدوا منهم الملك بعد إيه؟ بعد ما كانوا الموحدين دول هم خوارج، والمرابطين دول أهل سنة، وأخرجوهم من الملك ده. هنقول حيث لا إمام للجماعة، ما كانش فيه إمام للجماعة في ذلك الوقت، ولا الشرق متفق ولا الغرب متفق، ومع ذلك بلا شك أن قتال أهل السنة القتال هو المحق ضد قتال الخوارج اللي بيسفكوا الدماء بغير حق ويكفرون المسلمين. قال: وذهب آخرون إلى أن الأحاديث وردت في حق ناس مخصوصين، وأن النهي مخصوص بمن خطب بذلك. ده أبعد الأقوال، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ستكون، مش شرط اللي كانوا مدركين دول مدركينها، منهم أبو هريرة. أبو هريرة راوي الحديث ما أدركش إيه رأس الستين، يقول: اللهم إني أعوذك من إمرة الصبيان ورأس إيه رأس الستين. يقول: وقيل إن أحاديث النهي مخصوصة بآخر الزمان حيث يحصل التحقق أن المقاتلة إنما هي في طلب الملك، ولا آخر الزمان ولا من الأول، وفيه قتال على الملك إيه؟ كبير جدا. وقد وقع في حديث ابن مسعود الذي أشرت إليه، قلت: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: أيام الهرج. قلت: ومتى؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه. يبقوا قاعدين زي الفل مع بعض، ويروح يبلغ الايه؟ يروح يبلغ الاخبار. قال البخاري رحمه الله: باب اذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، قال: حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنه فاستقبلني ابو بكر. هو بيقولوا من ازاي البخاري يروي كده؟ بيقول: رجل لم يسميه عمرو بن عبيد شيخ المعتزله، وكان سيء الضبط وهو ساقط الحديث وداعي الى بدعته، مع اتهمه جماعه ومتهم مع انه كان عابدا، بس طبعا مش الاسناد ده هو اللي اعتمد عليه البخاري. قال: خرجت بسلاحي، الحسن ده هو حسن بصري، ليالي الفتنة، الحرب التي وقعت بين علي ومن معه وعائشة ومن معها. قال: فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس ابن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكر. قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا حماد بهذا. وقال مؤمل: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكر. يبقى مش الحسن صاحب القصة، إنما هو مين؟ الأحنف ابن قيس. عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار ابن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكر. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكر
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفعه سفيان عن منصور. وده يعني أبو بكر فهم هذا الحديث على هذا الوجه بأن يترك القتال، مع أن الصواب كان نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان المحق. قال خرجت بسلاحي، يقول عن الحسن عن الأحنف قال التحفت علي بسيفي لآتي عليا فأنصره، قال فاستقبلني أبو بكر وفي رواية فلقياني أبو بكر فقال أين تريد يا أحنف؟ فقال نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا، فقال لي يا أحنف ارجع. رواية مسلم. ثم ذكر الحديث. إنه أراد قتل صاحبه في الرواية الأولى تقدمت في الإيمان، إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أراد البخاري أن عمرو بن عبيد أخطأ في حذف الأحنف بين الحسن وأبي بكر، ولكن وافقه قتادة أخرجه من وجهين عنه عن الحسن عن أبي بكر. يقول كأن الحسن كان يرسله عن أبي بكر فإذا ذكر القصة أسنده، يعني الحديث بس يرويه ساعات يقوله عن أبي بكر مباشرة. دي كلها الروايات التي اعتمد عليها البخاري. وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فتنة كائنة القاتل والمقتول في النار، إن المقتول أراد قتل القاتل. وذلك هو فهم أبي بكر ليس بأرجح من فهم علي رضي الله وطلحة والزبير، فإنهما متفقان على أن هذا القتال ليس إيه؟ ليس كذلك، إن كل منهم اجتهد في أن هذا هو الصواب. لكن الذي فيها فهم هذا الحديث هو أنه إذا كان قتال على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار، أما من قاتل بأمر الله سبحانه وتعالى لأن الله قال فقاتلوا التي تبغي فهذا لا يكون في النار. قال العلماء معنى كونهما في النار أنهما يستحقان ذلك، ولكن أمرهما إلى الله تعالى، إن شاء عاقبهما ثم أخرجهما من النار كسائر الموحدين، وإن شاء عفى عنهما فلم يعاقبهما أصلا. هذا كله في يعني اعتماد على القواعد الكلية في قضية التكفير والخلود في النار، وأن يعني قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأهل السنة متفقون على أن هذا الاقتتال ولو كان ظلما لا يخرج صاحبه من الملة. لكن الفرق التي تكفر في مثل هذا الاقتتال هي فرق منحرفة، وقيل هو محمول على من استحل ذلك، استحل بلا تأويل، وإلا فالطائفة الباغية ترى أنها محقة، ولذلك هي ترى أن ذلك واجب عليها، ومع هذا فليس كفارا اتفاقا. لذلك قلنا أنت طبعا أضعف الوجوه، لأن من استحل قتل المسلم ولو لم يقتله كفر، والأحاديث إنما وردت على من قاتل. قال ولا حجة فيه الخوارج ومن قال من المعتزلة بأن أهل المعاصي مخلدون في النار، لأنه لا يلزم من قوله فهما في النار استمرار بقائهما فيها. واحتج من لم يرى القتال في الفتنة، وهم كل من ترك القتال مع علي في حروبه كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأبي بكر وغيرهم، قالوا يجب الكف حتى لو أراد أحدهم قتله لم يدفع عن نفسه، ومنهم من قال لا يدخل في الفتنة فإن أراد أحد قتله دفع عن نفس الكلام السابق. وذهب الجمهور الصحابة والتابعين إلى وجوب نصرة الحق، نصر الحق وقتال الباغين، وحمل هؤلاء الأحاديث الواردة في ذلك على من ضعف عن القتال
أو قصر نظره عن معرفة صاحب الحق. قصر نظره دي بقى قصر نفسه، بس مش هيحكم عليهم بالنار. اللي هيحكم بالنار دول اللي هم قتال الدنيا. اتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيبة يؤجر أجرين كما تبان في كتاب الأحكام. وحمل هؤلاء الوعيد المذكور في الحديث على من قاتل بغير تأويل سائغ، بل بمجرد طلب الملك، ولا يرد على ذلك منع أبي بكرة الأحنف من القتال ما عليه، لأن ذلك وقع عن اجتهاد من أبي بكرة أداه إلى الامتناع والمنع، امتناع في نفسه ويمنع غيره احتياطا لنفسه ولمن نصحه. قال الطبري: ولو كان الواجب في كل اختلاف يقع بين المسلمين الهرب منه بلزوم المنازل وكسر السيوف لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل الفسوق سبيلا إلى ارتكاب المحرمات من أخذ الأموال وسفك الدماء وسبي الحريم بأن يحاربوهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم بأن يقولوا هذه فتنة وقد نهينا عن القتال فيها، وهذا مخالف للأمر بالأخذ على أيدي السفهاء. وقد أخرج البزار في حديث القاتل والمقتول في النار زيادة تبين المراد، وهي: إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. ويؤيده ما أخرجه مسلم بلفظ: لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل: كيف يكون ذلك؟ قال: الهرج القاتل والمقتول في النار. قال القرطبي: فبين هذا الحديث أن القتال كان على إذا كان على جهل من طلب الدنيا أو اتباع هوى، فهو الذي أريد بقوله القاتل والمقتول في النار. قلت: ومن ثم كان الذين توقفوا عن القتال في الجمل وصفين أقل عددا من الذين قتلوا، وكلهم متأول مأجور إن شاء الله، بخلاف من جاء بعدهم ممن قاتل على طلب الدنيا. سبحانك ربي. قلت يوما لبعض من طلب مني التدخل يعني الحل السلمي في الفتنة التي وقعت أيام ربعة، فحكيت له في قصة المصالح والمفاسد ولماذا فعلتم ما فعلتم الآن، مع أنه سبق أن حبس المرشد وحبس يعني نائب المرشد وحبس كل هؤلاء، وما ما فعلتم ما فعلتم هذه المرة، لماذا تاريخكم بقالكم 20 سنة ولا 30 سنة تصبرون وتحتملون للمصلحة؟ والمهم تكلمنا في ذلك، فقال: طب ما تيجي تقول الكلمتين دول على منصة ربع. فقلت له: طب قولوا الأول عشان قلت له نروح كده تقتلوني لأن بتكفرونا. فقال لي: أصح فعلا، أسف إن في ناس بتكفرك فعلا. فقلت له: طيب أنت عايزني أقول الكلمتين الحلوين دول؟ روحوا قول لهم إن المسألة دي اجتهادية، وإن إحنا على الصواب عليهم هم، وإن المخالف مجتهد مخطئ، بس ما تقولوش عليه إيه؟ كافر ومنافق وظالم وعبد الطاغوت وكل الأوصاف اللي أنتوا وصفتوها دي، لا قولوا عليه مجتهد مخطئ. مع إن إحنا ما كناش طرف التاني، إحنا ما مسكناش سلاح وقفنا ندافع عن يعني ضدهم، ولا قلنا الناس اقتلوهم زي ما بعضهم بعض الشيوخ الفتنة أفتوا، لأن بالعكس إحنا كنا بنقول للطرفين: لا تقتلوا أحدا ولا تسعوا إلى ذلك. فالمهم يعني ان ده لو هو بس يفكروا ان ده اجتهاد ونقولوا علينا مخطئين، قلت له: لو قلت كده انا جاي اقول الكلمتين وانا اقنعهم لك بعد كده ان ده الاجتهاد الصحيح. بعد يومين بعت لي: لا احنا منتظرينك ترجع عن اجتهادك ونحملك على الاعناق. قلت له: لا شكرا، انا عندي عربيه ومش عندي مش عايز حد يعني يحملني على الاعناق. ها؟ في خروج ايه؟ على الحاكم. هو اصلا كان في حاكم والناس خرجت عليه كويس كده، واحنا لا شاركنا في 30/6 ولا فيما بعد ذلك. احنا لما الامر استقر قلنا: خلاص يا اخوانا اوعوا يعني افهموا القضيه واعلموا ان الامر مستقر، ما فيش توازن نهائيا، وبالتالي فما فيش معنى للاقتتال، اقبلوا الامر الواقع. واحنا قبلنا الامر الواقع،
والامر ده انت هتخرج بعد كده هقول لك دي فتنة ايام الحرس الجمهوري. اتصلت باحد كبار القادة جدا يعني قال لي قلت له ده اللي احنا قلنا عليه ان محدش هيضرب نار على المصريين وده الناس اتقتلت كده. قال لي اقول لك حاجة تعالوا اعملوا حاجز بيننا زي ما عملتوا ايام محمد محمود وشوفوا مين اللي بيضرب نار وروحوا قولوا للناس. قلت له نتقتل من هنا ومن هنا. ايام محمد محمود كان الطرفين بيحترمونا شوية حتى الليبراليين دول والجيش كله منهم يكف عنا والاخوة تحاول تفصل ما بين الاطراف كلها بس ما كان ما يعني طرف ما انتهت الحمد لله. المرة دي لا ده هيتعبدوا لربنا بانهم ايه يقتلونا والتانيين هيدافعوا عن نفسهم هيقتلونا. قال لي انت خايف على اولادك؟ قلت له انا خايف على اولادي. قال لي طب هو انا خايف على اولادي انا كمان العساكر والضباط يعني ولو لذلك اذا انت خايف على اولادك انا خايف على اولادي انا كمان ولذلك لو حد قرب من اي مؤسسة عسكرية انا هعامله بقوتي مش بقوته ان هو يعني شايف الفرق ولا واحد في الالف وانتوا دخلتوا معركة انتوا عارفين انها خسرانة ومعركة ما يجوزش تخشوها اصلا لان ده اصبح خلاص بعد ما استقر الحال واصبحتم عاجزين عن ان تنصروا من ترونه على الشرعية يبقى كان لابد ان تقبلوا الامر الواقع. الله المستعان. كلام الطبري ده والعجز كلام الطبري ده صحيح بيقول ان لو في محق ومبطل. كلام الطبري بيتكلم على واحد محق واحد مبطل يبقى لازم نساعد الايه المحق. بس اقول لك حاجه الكلام ده لابد ان يكون بناء على ايه على غلبه الظن بحصول الظفر وغلبه الظن بالانتصار واذا كان كذلك لابد ان يكون مقيما للشرع. لكن واحد عاجز عن اقامه الشرع والثاني عاجز عن اقامه الشرع او لا ده يريد اقامه الشرع ولا ده يريد اقامه الشرع يبقى ما حدش هيضحك علينا ويدفعنا في هذا باسم الشريعه ولا باسم الشرعيه. ومما يؤيد ما تقدم ما اخرجه مسلم قال ابن حجر عن ابي هريره رضي الله عنه رفعه من قتل تحت رايه اميه يغضب لعصبه او يدعو الى عصبه او ينصر عصبه فقتل فقتلته جاهليه. ده محمل الاحاديث القتل المقتول في النار. واستدل بقوله انه كان حريصا على قتل صاحبه من ذهب الى المؤاخذه بالعزم وان لم يقع الفعل. واجاب من لم يقل بذلك ان في هذا فعلا وهو المواجهه بالسلاح ووقوع القتال. ولا يلزم من كون القتل والمقتول في النار ان يكون في مرتبه واحده. فالقاتل يعذب على القتال والقتل والمقتول يعذب على القتال فقط بل يعذب على القتال والنية والعزم. فلم يقع التعذيب على العزم المجرد. لا غلط الكلام ده. العزم مش مجرد هنا. العزم أخذ الأسباب المقدور عليها يعذب عليه. وقد تقدم البحث في هذه المسألة. قال عز وجل إن قال عز وجل في أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. يبقى عوقبوا قبل أن يفعلوا. وقالوا في قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت اختيار باب الافتعال في الشر لأنه يشعر بأنه لا بد فيه من المعالجة بخلاف الخير فإنه يثاب عليه بالنية المجردة. ويؤيده حديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو يعملوا. الحاصل أن المراتب ثلاثة. الهم المجرد لا يعذب عليه بل يثاب على تركه اللي الخواطر ولا يؤخذ به. الثانية اقتران الفعل بالهم أو بالعزم ولا نزاع في المؤاخذة به. والعزم هو أقوى من الهم وفيه النزاع. الهم والعزم يعني بيعمل كده جات له ضربه موتته بس هنا عمل ايه؟ اخذ بالاسباب. ورد في اعتزال الاحنف القتال في واقعه الجمل سبب اخر اخرج الطبري بسنده بسند صحيح
عن عمرو بن جوان قال قلت له أرأيت الاعتزال أرأيت اعتزال الأحنف ما كان؟ قال سمعت الأحنف قال حججنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد يعني النبوي وفيهم علي والزبير وطلحة وسعد إذ جاء عثمان ذكر قصة مناشدته لهم في ذكر مناقبه. قال الأحنف فلقيت طلحة والزبير فقلت إني لا أرى هذا الرجل يعني عثمان إلا مقتولا فمن تأمراني به؟ قال علي رضي الله عنهما. فقدمنا مكة فلقيت عائشة فقد بلغنا قتل عثمان فقلت لها من تأمريني به؟ قالت علي. حاجة عجيبة والله العظيم، لولا إشعال الفتنة من المجرمين أتباع عبد الله بن سبأ لكان اجتماع الصحابة على علي. فأتيت قال فرجعنا إلى المدينة فبايعت عليا ورجعت إلى البصرة فبينما نحن كذلك إذا أتاني آتل فقال هذه عائشة وطلحة والزبير نزلوا بجانب الخريبة يستنصرون بك. فأتيت عائشة فذكرتها بما قالت لي ثم أتيت طلحة والزبير فذكرتهما فذكر القصة وفيها قال فقلت والله لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقاتل رجلا أمرتموني ببيعته. فاعتزل القتال مع الفريقين. احتار. ويمكن الجمع بأنه هم بالترك ثم بدله في القتال مع علي ثم ثبته عن ذلك أبو بكر، أو هم بالقتال مع علي فثبته أبو بكر وصادف مراسلة عائشة له فرجح عنده الترك. وأخرج الطبري أيضا من طريق قتادة قال نزل علي بالزاوية فأرسل إليه الأحنف إن شئت أتيتك وإن شئت كففت عنك 4000 سيف. فأرسل إليه كف من قدرت على كف. بما هي أقوى، إن هو اللي منعه إن هو قال له أنا هسكت الناس عنك أحسن ما أجي معاك وال4000 واحد يقول ما حد تاني. قل قبل هذا واستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.